ووالدي كان عازف فيها وعشت فيها وأنا كنت جزء من ضمن مؤسساتها. لكن أنطي الحق، يعني ال 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 الشيء الغريب أنه في السابق كان أيام الأستاذ باسم حنا بطرس والأستاذ جميل منذر وأخيرة العازفين الكبار، في السابق كان يتوسلون بالعازفين أنه تعالوا اشتركوا بالسيمفونية، معودين الكراسي موجودة، الله يخليكم اشتركوا، دريد نكبر السيمفونية. وكانوا يعني وصلت مرحلة أنه طبعا هو أكيد السبب الرواتب كانت ضعيفة جدا، الآن الرواتب تحسنت بدون 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 شك، هو هذا الشيء الأفضل. لكن ما يمنع هذا الشيء أنه نعمل فل هارموني، خلي يكون 100 عازف أو أكثر، يعني الفل هارموني في العالم كله هي 100 عازف. زين ليش هذول دي يتخرجون دي ينظلمون، ما دي يصير لهم مكان مثلا، لا يقدر يدرس، لا يقدر اصلا هم، يعني بعض الناس ده توصل لي اخبار انه احنا نخاف نحمل الاله بالمنطقه او شيء من هالقبيل. فان شاء الله نطلب يعني من المهتمين والمسؤولين بالسيمفونيه انه تنطي المجال للاخوان والطاقات الجديده الشابه. وهي الاضاءه من حضرتك كثير مهمة وبوقتها. نعم. شو بدها نسمع هيك شيء على الختام في وقت ولا عندك؟ ولا انت اختار. اوكي. إذا بدك تسمعنا شيء بعدين نختار. أنا حابب إنه can you do solo alone؟ أنا حابب إنه نقدم الآلة play whatever you want just solo. دخ حياة فعلا، يعني يعني جميل 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 جدا. قاعات الطبول يعني عن كذا شعوب هيك كثير إلى ثقافات ومرتبطة طبعا طبعا ثقافة يعني. خصوصا أفريقيا يعني هم أهل الإيقاع، طردوا الأرواح والأساس فهلا انطردوا كل شيء. حابب أيضا قبل لا نختم نحكي بعد عن فرق أيضا أساسية لها دور مهم.
من الكبار ومن الشباب. من الكبار طبعا أكيد كنا نتذكر خماسي فنون الجميلة بدون شك، اللي للأسف يعني خسرناهم. الله يرحمهم معظمهم، اللي بقى منهم أستاذ سالم حسين الأمير الله ينطي الصحة والعافية، وهذولا من كانوا أعمدة ورواد العراق. طبعا هذه الفرقة كانت هي يعني هسه لو نظل نسولف عليها حلقتين ما 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 ما, ما نعطيها حقها بالضبط. إضافة إلى فرقة شبابية أنا كان لي الشرف أنه أكون عضو فيها، أسسها الراحل منير بشير وتعب عليها في بدايتها، في بدايتها الفنان الشاب نصير شمة، وكان هو مجتهد جدا أنه يمرن الفرقة اللي هي فرقة البيارق، اللي بصراحة خرجت خيرة عازفين الشباب المهمين. فرقة البيارق كانت من الفرق القوية في العراق، وكان يعني منير أستاذ منير الله يرحمه هو يشرف عليها وما يخلي أي واحد يدخل فيها. فهاي أيضا إن شاء الله ننطيها حقها في اليوم في حلقة ونذكر الأسامي، لأنه أنا أعرف كثير من الناس دي راسلوني مثل أخويا وعزيزي وحبيبي ياسر نعمة عازف الناي، كان عضو في الفرقة اللي هو أخو الفنان أحمد نعمة وغيره، وسالم أخو كاظم الساهر وغيره، وأزاد وكل أصدقائي وأحبائي اللي كانوا في الفرقة دائما يقولوا لي يا حبذا أنه تقدم شيء عن البيارق. إن شاء الله في اليوم نحدد فت حلقة خاصة للبيارق، وأحاول أدعي معظم الشباب حتى نعزف ونستذكر أيام البيارق الجميلة إن شاء الله. أنت على طول فرات بتغنينا بمعلومات حلوة، ويعني قصص هيك بثقافتنا لازم نسلط الضوء عليها. أكيد طبعا، وأكيد أكو فرق أخرى يعني لسه ما ذكرناها، يعني يمكن قد أكون نسيت، مثل فرقة التراث اللي أيضا أسسها الراحل منير بشير، وفرق النشاط المدرسي اللي كانت في كل محافظات العراق، وفرق أخرى كثيرة. لكن إحنا سلطنا الضوء على كفرقة السيمفونية والإنشاد والإذاعة والتلفزيون، اللي قصدي فيها أنه يا حبذا أنه نرجع نقوم هذه الفرق ونستعيد عنها. ها في فرقة جدا مهمة هي فرقة الفنون الشعبية اللي تعنى في الرقص والأداء الجميل، هذه أيضا لها دور كان رائع، مثلت العراق في كثير من المهرجانات. فيعني بدون شك يعني العراق يعني نتمنى انه ترجع هذه الفرق ان شاء الله يا فرات. وشكرا كثير لك ولمعلوماتك ولضيوفك. ثانكس فور كامينج، يعني على طول انت بتعطينا الجو الحلو، وان شاء الله الحلقات الجايه بنكمل هاي الاحاديث والمعلومات. اسمحوا لي اختم وطبعا بمقطوعه اكيد معكم مشاهدينا. بهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا قضيتوا وقت حلو وممتع مثل ما قضيت انا. رافقتكم بالتقديم شيرين درويش، وبالاعداد عمر ناصر، بالاخراج فراس السراي. بشوفكم على خير.
تزبطهم فرات أولي gracias muchas gracias muchas gracias.